في حد جه العزا وهي بتحبك قوي، وهي جميلة قوي، وهي مجدع زي ما بيقولوا، مجدع مجدع جدا، ودايما بتلاقيها في المواقف. ممكن تلاقيها في الأوقات العادية قاعدة على كنبتها عروستي بتقرا السيناريو، عروستي مين دي؟ استني. بتتفرج كتير، بتشتغل كتير، بس ساعة الجد بجد بتلاقيها أول واحدة بتظهر. عروستي استني استني، أول واحدة بتظهر. طب قولي كده شوفي بقى، أقول لأن لك أنا كمان، خايبة. وهي أنت بتعتبريها أختك وصاحبتك، وهي ممثلة، يعني هي من أفضل ممثلات جيلها النهاردة. ومدام رجاء كانت منا بتموت منا منا منجو جدعه جدعانه جدعه جدعه. انا بصي، هي منجو في العادي بقول لك حبيبتي قوي تختفي، ممكن ما حبيبتي قوي تلاقيهاش. قوي ها منا، انا قلت حبيبتي قوي صح؟ قوي قوي انا يا قلت صح؟ صاحبتي يا صاحبتي الجدعه، ده كتير عليا والله العظيم. اميره، وهي اميره فعلا والله حبيبتي العظيم. يا منا. البنت اللي قاعده قدامك دي بنت الاصول، بنت الاصول، بنت بيت محترم وكريم، والبيت اللي في الدقي ده ياما اوانا كلنا، من يا اكبر بيت حبيبتي في يا مصر منا، لحد اقل بني ادم لسه بيحمي في الشغلانه دي. البنت حبيبتي دي ربنا يحميها ويخليها اميره، خليلها بنتها القمر روضه، خليلها اسرتها الجميله اللي كان على راسهم الهرم اللي هي امنا كلنا، اللي هي اجدع وانضف وارقى ست انا قابلتها في حياتي العظيمه، مدام رجاء او جوجل زي ما كنا بتدينا الشرف ان احنا نقول عليها. حبيبتي يا منى. انا حبي للست دي جم، يعني مش انا اللي هتكلم على مدام رجاء، يعني مدام رجاء دي تاريخ طويل وست عظيمة، عظيمة الخلق والاحترام، وازاي الاتيكيت، تتعلمي من مدام رجاء الاتيكيت، تتعلمي من مدام رجاء اللباقة والسيرفينج، واميرة بقى ست الهوانم في الحاجات دي، حبيبتي يا يعني منى يا اميرة حبيبتي. يعني وارثة كل الحاجات الراقية المحترمة اللذيذة، ام دم خفيف بقى كمان بتاعتنا، يعني عشان هي تبعنا أنا بقى. عاملة مقدمة النهاردة يا أنا منى، عايزة إزاي أقول لك، عملتي أمنا معايا؟ منا كل 5 دقايق نضحك شوية وتعيط شوية وتتكلم شوية ما هو ده، وترجع تبقى عاملة وقورة وهادية، وبعدين وقورة فجأة مقدمة. تضحك وتعيط، عارفة؟ هي كده، هي كده، لأن هي دي الحياة، وهي دي أنتي كده الست العظيمة اللي ربت البنت الجميلة الأميرة القمر اللي حبك. قاعدة قدامك دي، اللي هي مليانة خير وكرم ومجدها ولسان حلو وابتسامة جميلة من القلب، وتحسي ان اميرة دي ماشية ترمي عطاء زي والدتها، ربنا حبيبتي يا يديها منى، طولة العمر ويرحم الاميرة العظيمة مدام رجاء. انا شهادتي في العيلة دي مجروحة، لان انا عشان اعرفهم انتي من واحدة وانا مننا. عيل، وانا بحبهم قوي وبروح اي وقت، وهما فاتحين لي دايما دراعاتهم، ومن القلب للقلب محبة صافية جدا وحقيقية. فانا يعني يعني مش ما عنديش كلام اقوله غير حب كبير قوي لاميره، وحب كبير للعيله دي، والست دي احنا بنفتقدها كل يوم وكل دقيقه، بنفتقد حنان وطيبه وجدعانه واصول مدام رجاء، حاجه كبيره قوي. يعني مدام رجاء انسانيا كمان ما تقلش عظمه عن التاريخ اللي سابته كفنانه كبيره، يعني ما فيش بني ادم ما وقفتش جنبه مدام رجاء. انا يوم ما كنت رايحه الاميره البيت، انا كنت ماشيه من استوديو، فكان بيوصلني، وحكيت الاميره لما دخلت البيت، كان بيوصلني الولد بتاع اللي هو اللي بيسوق العربيه في الشغل، فهو كان حاله صمت غريبه جدا من استوديو لحد بيت اميره، فبيقول لي وحضرتك رايحه تعزي في مدام رجاء؟ قلت له ايوه. قال لي امانه تعزي، تعزي لي عيلتها جدا، لان الست دي عظيمه وعملت معايا وعملت معايا وعملت، وابتدى يحكي قد ايه هو عنده معاها ذكرى جميله، لانه كان بيوصلها مرات في الشغل. فشوفي بقى، قيسي على ده من كل الناس، كافه الطبقات في كافه المستويات، كل الكالبرز والكاتيجوريز اللي في العالم، الست دي كل من له كان حظ جميل وسعيد انه شافها، اتعلم منها وعلمت عليه بنقائها ولذاذتها وجدعانتها وخبرتها وروحها الكريمة. فيعني دي حلقة، شكرا ليك يا إنجي، ربنا وشكرا يخليك. ده ليك يا أميرة. شكرا حبيبتي لأميرة يا إن منى. هي وافقت تيجي يا منى، طبعا شكرا يا لأنه أميرة جدا، طبعا لأنه يعني ده حقنا عليكي وحقها علينا، يا إن حبيبتي يا إحنا منى، والله بجد إن إحنا نقرأ لها الفاتحة ونهدي لها سلام لروح بعث السلام في حياة ملايين لمدار سنين. الست دي رمت سلام وبهجة وابتسامة في حياة ملايين سنين طويلة،
فدي اقل حاجه نعملها ان احنا دايما نكرمها ودايما نفتكرها ودايما نقرا لها قران ودايما نعمل لها حاجات بروحها، لعل وعسى ده يبقى جزء بسيط من اللي اثرته بفنها وبروحها الجميله طول حياتها. الف رحمه ونور على رجاء. مش عايزني اعيط ازاي؟ والله انا مش عايزه اعيط. انا كمان انا عايزه اقول لك يعني منى كلامك اثر فيها واثر فينا جدا، لان بتقولي كلام من قلب قوي يا منى. انا بحبها قوي حبيبتي انت. يا منى وهي حياتها. امي قوي كمان ربنا يخلي لك والدتك يا منى ويديها الصحه. يعني عايزه اقول لك انا بيه علاقه مدام رجاء علاقه متينه وقويه وجميله ورائعه وحقيقي ده كان حظ سعيد قوي انه ربنا خلق الست دي. فربنا يورثك حب الناس ليها ويجعلك خير ميراث ليها على الارض يا رب، ويرزقك برك ليها دنيا واخره يا حبيبتي. وتاني الف رحمه ونور يا رب. ست زي القمر واحنا بنحب كلنا من أنا اصغر حد قوي. في الشغلانه دي الاكبر حد بحبكم. وبس بقى مش عايزه انكد عليكم وانكد بعد ايه يا منى؟ بعد ايه يا منى؟ لازم تيجي تشوفيني وانا عفريته دلوقتي. قمر قمر والله العظيم يا اميره من جوه ومن بره بجد. حقيقي ده حقيقي ده حقيقي. وانا هسيبكم مع بعض تحبوا في بعض وبحبكم جدا 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 ونفتكر كل حاجه حلوه للست دي ودايما نقرا لها الفاتحه ودايما نعمل لها حاجات حلوه. وبحبك يا مرمر وانا بموت فيك يا معاكي بس هجيلك. لا يا حبيبتي ما تقوليش كده خالص، هستناك. كل واحد عنده اللي عنده بس هجيلك. انت الله يعينك. وبعدين عندها تصوير كمان. وبعدين انت عارفه منى كمان والدتها تعبانه وعندها تصوير فمحتاسه. الحمد لله كل حاجه. الحمد لله. سو ماتش اي لاف يو سو ماتش. بحبكم جدا 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 ونفتكر كل الخير ونضحك يا رب. اي لاف يور بنات. بحبك يا منى. منى بحبك يا روحي. دي حبيبتي اصلها. روحي دي حبيبتي يا حبايبي. ثانك يو يا حبايبي. ميرسي يا منى. ميرسي على المداخله الحلوه دي يا حبيبتي. ميرسي. باي باي يا منى. باي يا حبيبتي. ميرسي ليكي انت. باي باي باي.